فممكن سيد بقى خلاص زهق، عمل كل حاجه، شايف ان هو نفسه بقى يقعد احتياطي كتير، فقال بقى طيب معانا على التليفون كابتن طارق يحيى المدير الفني لمصر المقصه. كابتن طارق ازي حضرتك؟ ازيك خلود، ازيك حبيبي، ازي حضرتك كابتن، وكل سنه وانت طيب. وانت طيب يا جميل، منور حبيبي، ربنا يخليك. عايز اتاكد من الخبرين، فعلا طارق مصطفى خلاص يا كابتن مع الكابتن حسن شحاته؟ اولا مبارك لك خلود على برنامج الله يبارك جديد، فيك يا ربنا كابتن، يوفقك ان شاء الله، وانت اضافه لاي قناه خلود. ربنا يخليك يا كابتن طارق. هل فعلا خلاص طارق مصطفى هيسافر، وافقتوا له انه يسافر مدرب مع الكابتن حسن شحاته في الدفاع الحصن الجديدي؟ ان شاء الله. هو طبعا طارق كلمني، وانا طبعا كنت مدي له حريه الاختيار، انا ما بقفش في طريق حد، ونفس الكلام اللي هو محمد عبد السلام هو كلمه وقال له، قال له طارق ما عنديش مشكله خالص، مفيش اي مشكله خالص، وانت عايز تروح انا ما بنقفش في طريقك يا ابني، واتكل على الله مفيش مشكله. هو الراجل كلمني وانا قلت له طارق خلاص انت شوف انت الدنيا، فهو غالبا ان شاء الله هيروح مع الكابتن حسن باذن الله. حد تمام كابتن طارق، هل كان جالي خبر ان انت ممكن ما تكملش الموسم الجاي مع مصر المقاصه، هل انت فعلا خلاص ان شاء الله الموسم القادم كابتن طارق يحيى في مصر المقاصه؟ والله انا لغايه دلوقتي موجود في مصر المقاصه، يعني انا لغايه دلوقتي موجود في مصر المقاصه، ما اعرفش بكره في ايه يعني. وطبعا في قاعده ان شاء الله باذن الله مع لجنه الكوره بعد بكره ان شاء الله باذن الله، وهنقعد ونشوف الدنيا فيها ايه ان شاء الله باذن هل الله. في مفاوضات مع نادي انبي؟ لا خالص، لا مفيش اي حد من انبي بيكلمني. لا تمام كابتن طارق يحيى، هل حسين السيد انتقل رسميا كما هو مكتوب للنادي الاهلي ولا لسه؟ لا لسه مفيش اي حاجه خالص، هو في عرضين، عرض من الزمالك وعرض من الاهلي. وطبعا في لجنه الكوره عندنا بناء على طلب مني انا، طلبوا بعض اللعيبه من الاهلي وبعض اللعيبه من الزمالك، والمفاوضات مستمره، وفي حاجتين مهمين جدا واقفين في الطريق سواء للاهلي او الزمالك. انا بالنسبه لي ما عنديش مشكله، انا وافقت ان حسين يمشي عشان برضه انا مش عايز اضيع عليه فرصه سواء اهلي او زمالك، انت عارف اللعب في الاهلي والزمالك خارج له طعم تاني. صحيح، مع احترامنا لكل الانديه. صحيح، الحاجه الاولى توقف على المبلغ المادي واللعيبه اللي احنا طالبينها من هنا ومن هنا. فاهمني؟ يعني فكره اللي مكتوب رسميا في لا. في الاهلي ده ما حصلش لسه؟ لا لسه ما فيش حاجه حصلت خالص. هو الكلام كله مناقشات دائره ما بين لجنه الكوره عندنا وما بين الاهلي والزمالك. ما ممكن يكون حسين السيد يعني قالوا رسميا على اساس ان حسين السيد ابدى رغبه انه يرجع الاهلي مره اخرى، يعني دي رغبته. هو عشان برضه تبقى انت عارف الولد ما ابداش اي رغبه، الولد ما عندوش مشكله يروح للزمالك يروح للاهلي، هو ما عندوش مشكله الولد يعني حابب يروح، بس هو في حاجه بالنسبه له هو يعني الحته اللي هو عايز يروح يلعب فيها، يعني هو مش عايز يروح يقعد. مش عايز يروح يقعد مثلا لعبد الشافي، او عايز يقعد مثلا لاحمد شديد او لصبر رحيل او بالظبط يعني هو هيشوف لسه الولد لسه ما استقرش على رغبه سواء الاهلي او الزمالك. في عرضين رسميين وصلوا للنادي، النادي عندنا حسب المتطلبات اللي احنا طالبينها وحسب اللي معروض من الاهلي ومن الزمالك. هو ده اللي هيحسم الامور، بالاضافه الى زي ما قلت لك الولد يهمه ان هو بلغني رسميا امبارح قال لي يا كابتن انا مش عايز اروح اقعد، انا بلعب في المقصة وبلعب اساسي ودخلت منتخب مصر من خلال المقصة، فانا مش عايز اضيع الفرصه دي عليا. قلت له يا حسين الموضوع كله في ايدك يا حبيبي، انت اللي تقول وانت اللي شايف، والقرار اللي انت هتوصل له احنا ما عندناش مشكله فيه. الحاجه الثانيه زي ما قلت لك اللعيبه اللي هي مطلوبه من هنا او من هنا او المعروضه من هنا ومن هنا هي دي اللي هتحسم الصفقه في خلال الايام اللي جايه. خلوه تمام كابتن طارق، اسالك سؤال كان قيل بعد ماتش او قبل ماتش ساحل العاج الثاني ان كولو توريه ويحيى توريه هيلعبوا رغم وفاه شقيقهم، هل شقيقهم ده اللي حضرتك جبته في مصر الثلاث شهور اربع شهور اللي فاتوا خالد كان جاله المرض الخبيث اللي هو السرطان، كان انتقل الى احد انديه لبنان تقريبا النجمه او حاجه كمان نجمه انصار الصفا اي يعني تقريبا نادي من العهد لبنان مثلا وكان موجود معانا، وبعدين انتقل الى لبنان وجاله هناك المرض الخبيث اللعين دوت، واتعالج حوالي شهرين في انجلترا اخواته يايا ويحيى يحيى وكولو توريه خدوه وعالجوه في انجلترا، ولكن طبعا يعني هو عنده كم سنه كابتن؟ ابراهيم توري كان حوالي 26 سنه او 25 سنه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. كابتن طارق بتمنى لك دايما التوفيق يا كابتن. اشكرك يا خلود.